أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من مدرسة أورينت الافتراضية نبدأ درس الكيمياء لهذا اليوم وفقا للمنهاج الليبي. نرجو من الله تعالى أن يستفيد جميع الطلبة ويساعدهم ذلك في تحصيل علمي ممتاز. أعزائي، سوف نبدأ اليوم بالدرس الخامس، وسيكون الدرس الخامس في البداية هو تكملة لدرسنا السابق والذي تحدثنا فيه عن الفلزات القلوية، ورأينا بعض التجارب لتفاعلاتها. الآن في بداية درسنا سوف نتعرف على المعادلات التي وجدنا تفاعلاتها سابقا في الدرس الماضي. سوف ندرس ثلاث تفاعلات لكل من عناصر الفلزات القلوية: التفاعل مع الهواء أو الأكسجين، التفاعل مع الماء، التفاعل مع الكلور. سوف أقول لكم مسبقا بأن كل تفاعل نتيجته تنطبق على جميع الفلزات القلوية الموجودة في نفس المجموعة، أي على سبيل المثال تفاعل مع الأكسجين، تفاعل الليثيوم مع الأكسجين سوف يعطيني أكسيد الليثيوم الصلب، وأيضا مع الصوديوم سوف يعطيني أكسيد الصوديوم الصلب، ومع البوتاسيوم سوف يعطيني أكسيد البوتاسيوم الصلب، ولكن تختلف عن بعضها في لون لهب الاحتراق، حيث أن الليثيوم يحترق بلهب أحمر، الصوديوم يحترق بلهب أصفر، البوتاسيوم يحترق بلهب أرجواني. رأينا في الدرس السابق تجربة توضح احتراق الصوديوم بلهب أصفر واحتراق البوتاسيوم بلهب أرجواني. الليثيوم مع الأكسجين يعطيني أكسيد الليثيوم، الصوديوم مع الأكسجين يعطيني أكسيد الصوديوم، البوتاسيوم مع الأكسجين يعطيني أكسيد البوتاسيوم K2O، وجميعها مواد صلبة. أيضا عند تفاعلها مع الماء فإن جميعها يكون لديها نفس النتيجة، ألا وهي تشكل محلول قلوي أو هيدروكسيد. تفاعل الليثيوم مع الماء، الليثيوم الصلب مع الماء السائل سوف يعطيني هيدروكسيد الليثيوم، وهو AQ محلول، وينطلق غاز الهيدروجين. بنفس الطريقة تفاعل الصوديوم مع الماء سوف يعطيني هيدروكسيد الصوديوم محلول، وينطلق غاز الهيدروجين. أيضا تفاعل البوتاسيوم مع الماء سوف يتفاعل بفرقعة ويعطيني هيدروكسيد البوتاسيوم وينطلق غاز الهيدروجين. بالنسبة أيضا لتفاعل الفلزات القلوية مع الكلور، نحن نعلم بأن التفاعل المنتشر أو المعمم هو تفاعل الصوديوم مع الكلور، والذي يعطيني ملح كلوريد الصوديوم ذي اللون الأبيض وهو صلب. كذلك أن هذا الأمر ينطبق على باقي الفلزات، حيث تفاعل الليثيوم مع الكلور يعطيني كلوريد الليثيوم الصلب، أيضا تفاعل البوتاسيوم مع الكلور يعطيني كلوريد البوتاسيوم الصلب. أعود فأذكركم بأن تجربة تفاعل الصوديوم مع الكلور رأيناها في الدرس السابق بشكل مباشر. الآن سوف ندرس المجموعة السابعة وهي مجموعة الهالوجينات. قبل أن أنتقل إلى المجموعة السابعة سأذكر لكم بأن المجموعة الأولى هي المجموعة القلوية، مجموعة الفلزات القلوية. المجموعة الثانية هي مجموعة الفلزات القلوية الترابية. المجموعات التي توجد في الوسط هي مجموعات الفلزات الانتقالية. المجموعة رقم سبعة، وهذا رقم سبعة باللاتيني، هي مجموعة الهالوجينات، وهي تحوي على الفلور والكلور والبروم واليود والأسيتاتين. سوف ننتقل الآن إلى فيديو يوضح لدينا ما هي الهالوجينات وأين توجد بدقة وما هي ميزاتها أو مستوى النشاط
بالنسبة لها. توجد الهالوجينات في العمود السابع، وهي عبارة عن الفلور، الكلور، البروم، اليود، الأستاتين. سوف ندرس مدى فعاليتها، من هو العنصر الأكثر فعالية وما دليلنا على ذلك. إن عنصر الفلور أتى قبل الكلور، وبالتالي فهو أكثر فعالية، حيث أن لديه 7 الكترونات في الطبقة السطحية، وهذا ينطبق على الجميع، فيكتسب الكترونان ليتحول إلى أيون سالب. أيضا الكلور لديه 7 الكترونات على الطبقة السطحية، وجميع العناصر الكترونات في الطبقة السطحية، ولكن كلما انتقلنا من الأعلى إلى الأسفل يزيد عدد الطبقات، وبالتالي فالأستاتين حجم ذرته أكبر. أيضا بما أنها جميعا تحتوي على 7 الكترونات في الطبقة السطحية، وبالتالي فإنها تحتاج إلى إلكترون واحد حتى يكتمل السطح ويصبح 8 إلكترونات، فإنها عند ارتباطها بعناصر أخرى تكتسب هذا الإلكترون من عنصر آخر وتشكل أيونا سالبا. لندرس طبيعة كل مادة أو كل عنصر من العناصر السابقة. الفلور غاز لونه أخضر، أيضا الكلور عبارة عن غاز أخضر مصفر، البروم هو سائل بني محمر، بينما اليود هو عبارة عن مادة صلبة لونها أسود، ولكن عندما تحترق تعطي غاز لونه بنفسجي. الأستاتين هو عبارة عن مادة صلبة لونها أسود وتحترق بلهب أصفر. بالنسبة للفاعلية، الفلور هو أكثر فاعلية من بين العناصر الموجودة في مجموعته، سوف نأخذ دلائل على ذلك. الكلور هل هو أقوى من البروم أم أقل فاعلية منه؟ إذا أخذنا ملح بروميد البوتاسيوم ومررنا عليه غاز الكلور، فسوف نلاحظ بأن الكلور يزيح البوتاسيوم ويحل مكانه، فيتشكل ملح كلوريد البوتاسيوم، ويتشكل لدي سائل بني محمر، دليل على إزاحة البروم من محلوله. إذن فالبروم هو أقل فعالية من الكلور، لأن الكلور استطاع إزاحته. سوف نأخذ 3 محاليل، كلوريد البوتاسيوم، بروميد البوتاسيوم، ويوديد البوتاسيوم، حتى نقارن بينها بالنسبة للفاعلية. الآن سنبدأ بأول تفاعل، سوف نضيف الكلور إلى بروميد البوتاسيوم، وسوف نشاهد ماذا سيحدث. عندما نضيف الكلور إلى بروميد البوتاسيوم تشكل لدينا سائل بني محمر، وهذا دليل على تشكل البروم وإزاحة البروم من محلوله. سوف نأخذ ملح يوديد البوتاسيوم وسوف نضيف إليه الكلور، ماذا سيحدث؟ سيتشكل لدي مادة لونها أسود ذات أبخرة بنفسجية، أي أنه سوف يتشكل لدي اليود، وبالتالي فإن الكلور استطاع إزاحة اليود من ملح يوديد البوتاسيوم، فنستطيع القول بأن الكلور أكثر فاعلية وقوة من اليود، وبالتالي استطاع إزاحته. الآن سوف نضيف البروم إلى كلوريد البوتاسيوم. عند إضافة البروم إلى كلوريد البوتاسيوم، إذا كان البروم أقوى من الكلور فإنه سوف يستطيع إزاحته ويتشكل بروميد البوتاسيوم.
ولكن في الواقع أنه عندما نضيف البروم إلى ملح كلوريد البوتاسيوم فإنه لن يحصل تفاعل، وبالتالي فإن البروم هو أقل نشاط من الكلور. أيضا عندما نضيف البروم إلى يوديد البوتاسيوم، الآن سنضيف البروم إلى يوديد البوتاسيوم. إذا كان البروم أقوى من اليود فإنه سوف يزيحه من ملح يوديد البوتاسيوم ويتشكل بروميد البوتاسيوم، وبالتالي سنلاحظ بأنه يتشكل لدينا سائل بني محمر، أي أن البروم استطاع إزاحة اليود من محلوله. إذن فيعد البروم أقوى من اليود. الآن إذا أضفنا اليود إلى ملح كلوريت البوتاسيوم أو ملح بروميت البوتاسيوم سوف نلاحظ بأنه لن يحدث تفاعل. إذن فإن اليود أقل فاعلية من الكلور واليود أقل فاعلية أيضا من البروم. إذن فإن الهالوجينات نستطيع الآن تصنيفها حسب قوتها كالتالي: الفلور هو الأكثر نشاطا، ثم الكلور، ثم البروم، ثم اليود، ثم الأسيتاتين. إذن فإن النشاط يتناقص من أعلى المجموعة إلى أسفلها. إذن بالخلاصة نستنتج بأن الكلور عبارة عن غاز أخضر مصفر يوجد كجزيئات ثنائية الذرة، تكون هذه الجزيئات متباعدة عن بعضها تتحرك بسرعة عالية. البروم سائل بني محمر درجة غليانه منخفضة 59 درجة سلسيوس. اليود هو عنصر رمادي أسود، تكون جزيئاته أيضا ثنائية الذرة ومتراصة بالقرب من بعضها بترتيب منتظم، ولكنه يتحول إلى بخار بنفسجي دون المرور بالحالة السائلة، وهذا ما سميناه بالمنهاج السوري بحالة التصاعد، أي أنه عند تسخينه يتحول مباشرة من صلب إلى بخار دون المرور بالحالة السائلة وبأبخرة ذات لونين بنفسجي. ما هي أهم تفاعلات الهالوجينات التي وجدناها في مقطع الفيديو السابق؟ تفاعل الكلور مع بروميد البوتاسيوم. قلنا بأن الكلور أكثر نشاط من البروم فيستطيع إزاحته ويحل مكانه، فيتشكل كلوريد البوتاسيوم وينطلق عفوا ويتشكل البروم السائل البني المحمر. أيضا الكلور أكثر نشاطا من اليود فيستطيع إزاحته من محلوله ويتشكل كلوريد البوتاسيوم ويتبقى راسب لونه أسود من عنصر اليود. أعزائي الطلبة، شكرا لحسن استماعكم، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وإلى اللقاء في درس قادم.